صور وابعت هاشتاج صور وابعت اللي بنعرضه كل يعني على طول موجود على صفحتنا مساء دريم على فيسبوك. بنقول لحضراتكم ابعتوا لنا اي صوره اي حاجه عايزين تشوفوها، عايزين صوره عايزيننا نعرضها على الهوا تتكلموا فيها، حاجه ايجابيه حاجه سلبيه. الحقيقه انه زميلنا صبري خالد بعت لنا مشكله في قريه، هي قريه الكماليه في الغربيه. القريه دي عدد سكانها 25,000 نسمه. الكوبري وهنشوف الصور حالا مع بعض. ده الكوبري ودي مناشده الحقيقه جات لنا، والكوبري ده انهار منذ ايام. ووضع القريه بقى دلوقتي سالناه طب ايه وضع القريه دلوقتي؟ قال لنا وضع القريه انهم منعزلين عن المدينه تماما، مش عارفين لا يروحوا مدارسهم ولا يروحوا جامعاتهم، ما فيش حتى سيارات اسعاف عارفه تدخل، ما فيش حتى يعني السبلايرز او اللي هم اللي يعني الناس اللي بتودي السلع الغذائيه والمواد والحاجات دي كلها، ما حدش عارف يدخل. كوبري وقع. طب الكلام ده فين؟ قريه الكماليه. قريه الكماليه فين؟ في الغربيه. احنا الحقيقه حاولنا والله نتواصل مع محافظ الغربيه، قلنا لعل وعسى نكلمه ونفهمه او نشرح له اللي حصل، موبايلاته مغلقه يعني رقمه مغلق. فاحنا بنعمل المناشده دي على الهوا رجاء لو معالي المحافظ، لو اي حد من المحافظه دلوقتي قاعد بيتفرج، الكوبري ده اللي في قريه الكماليه احنا عندنا 25,000 مواطن مصري معزول مش عارف يعدي الناحيه الثانيه عشان في كوبري وقع. فرجاء رجاء رجاء بس فورا نشوف كده صرفه للناس دي. الصوره الثانيه اللي عايزين ننقلها ودي صوره الحقيقه زميلنا، معلش احنا النهارده صور وابعت منا فينا انا بعتذر، بس احنا برضو يعني دي صور والله للصالح العام مش حاجه لينا. زميلنا عبد الله منتصر صور الصوره دي وبعتها لنا. ما اعتقدش ان احنا محتاجين نعلق، دي في اكتوبر على فكره، يعني ما اعتقدش ان في تعليق ممكن يتقال. وهسال نفس السؤال اللي سالته امبارح، بس كان امبارح على قصه تانية، نفس السؤال. طبعا هم دول واضح انهم طلبه رايحين مدرسه او راجعين من مدرسه. هسال سؤال بس، انا النهارده ينفع اخد الصوره دي مثلا واروح حطها على فيسبوك وانزل سلخ وهجوم على وزير التربيه والتعليم؟ هو وزير التربيه والتعليم اللي هينزل اولا يتكلم مع اولياء الامور يقول لهم لازم تكونوا بتتابعوا اولادكم وتعرفوا بيروحوا المدرسه وبيرجعوا المدرسه ازاي؟ ثانيا هو اللي هينزل برضه يسال سواق النقل ده ويقول له انت ازاي ضميرك سامح لك انك تعبي وتشحن العدد ده من الطلبه؟ ده انا مش هقول لو لا قدر الله حصل حادثه، ده لو لا قدر الله بس اخد مطب عالي شويه. تخيلوا حضراتكم الكارثه، والاطفال دول الشباب دول لا سمح الله بعد الشر هيترموا على الرصيف ازاي؟ او هيترموا على الاسفلت ازاي؟ لو اخد مطب بس، مش هقول لا سمح الله لو حادثه. هو الوزير اللي هينزل برضه معلش مع احترامي يتكلم مع المرور اللي واقف ويقول لهم يا امين الشرطه يا ضابط المرور السواق ده لازم فورا يتاخد رخصته وتتسحب رخصته ويتعمل له غرامه عشان يحرم ويكون عبره لاي حد ان هو يفكر يمشي بالمنظر ده؟ لا معلش، كل واحد لازم يشتغل في الحته بتاعته. كل واحد لازم يشتغل في الحته بتاعته. المنظر ده لا يمكن تلاقيه في اي دوله يعني بتنشد التقدم في العالم الحقيقه يعني.